في فئران. صار يوم من الأيام صار يوم مشرق, والفئران جمعت الفئران كلها طلعت صارت عم تلعب بالغابة. سمعوا زئير الأسد, كلهم راحوا إلا فأر واحد. أنا اسمي نورة, أصلي من سوريا وعمري 10 سنين, من حمص قريتي السعن. هربنا على الحميدة, ومن الحميدة ونحن جايين على الزعتري بالأردن. أبوي وأمي, هاي عيلتي أبوي وأمي, عندي 4 أخوة وعندي أختين, وأنا الوسط. راح أوديك من المكان اللي نمت فيه وأنا عملته. وكان أنا عندي غرفة إلي ولأخواتي, وإخواني عندهم غرفة, وإخواني الكبار عندهم غرفة, وكان عندنا نظافة ومطبخ وصالة. عندنا مزرعة كبيرة مثل ما يسموها, وعندنا دار طابقين, وكمان عندنا براكية, وكمان كنا نزرع وكنا نبذر. من نزرع أنا وإخواني, نجيب من الجنين التراب ونزرع بالحصاد, نقطف الزيتون ونسويه مع ماما وبابا. هاي اللي سويتهن عملتهن شان على العيد, طرزهن, يعني أمي علمتني شان أطرزهن. اسمع, عندي ألوان ورد الجوري, وهاي الوردة الحمراء. إني أكون مثل الرسامة, أفتح معرض أو مدرسة فن, أعلم الطلاب الفن أو الرسم, وأعلمهم ألعاب جديدة. سعودة, أرجيكم إشي ثاني اللي رسمته على الخيمة. هاي وردة, طبعاً هاي من زمان رسمتها. هاي قطتي رزان. هاي, وكان عندي بسة برتقالية صغيرة بيضة, ولونها برتقالي وأبيض مخططة. شو صار في البسة؟ البسة ماتت هناك, تركتها هناك ماتت. أدنى بها جت الطيارة ضربت صاروخ علينا, نعالجت البراكية ونعالج فيها, احنا طلعنا ونلبسها بتموت فيها. يلا وينكم؟ عبد الرزاق, عبد الرزاق شفتك, تعال تعال, لقيت عبد الرزاق. بس لقيت حضرة كل اللي تذكر اليوم اللي اجى ابوكي سالك, مش سالك, حكى انه لازم نرحل. حسينا بالزعل انه تركنا كل شيء ورحلنا, زعلنا. ايش اللي فقدتيه؟ كل الاغراض, العابي واغراضي وغرفتي.
تتذكري ايش اللي كنتي انت بتقدري تاخديه من هنا؟ الشنطة لي ولاخواتي، يعني تركنا كل شيء وطلعنا منها يعني بسيارات كبيرة. بيك تراكس، وي ليفت ان بيك تراكس. ايش كمان؟ ما اخذنا شيء، تركنا كل شيء وجينا. طيب قد ايه اخذكم وقت؟ كثير؟ كثير. قد ايه يعني؟ تركتش ما اتذكر. يعني خلينا نحكي ليلة، يوم؟ All she remembers is big trucks and it, يعني it took a long time to reach here, to get to here. It took her more than خايفة لما كنتي بال شو اسمه بالطرقات هاي؟ ليش كنتي خايفة؟ ان تيجي سيارة وتضربنا. سمعتي صوت القنابل من الطيارات؟ كان كبير، صوته كبير يعني كثير يعني. حسيتي بأمان لما وصلتي الأردن؟ لا. ليش؟ لأنه الأردن مي مثل سوريا. ليه بتحبي هالقد سوريا؟ لأن فيها كل شيء أحبه، مثل جيراننا اللي بحبهم ورفقاتي، كل شيء. هلأ حاسة بأمان؟ يعني بلشت أنا أرتاح بالأردن شوي شوي. الحمد لله. خلينا نروح نستكشف شو صار بالأسد. راح لعند الأسد إنه مرمي بشبكة كبيرة، وهي بسرعة الأسد تعمي يقوله فكني بسرعة فكني، وراح يجي الصياد من الأعشاب وراح يقرط أسنانه الحادة الكبيرة، صار يقرط الشبكة لما حتى خلصوا. نص حركيه نور، حركيه نور، حركيه. هاي بيست الجديدة وعما لقيتها. أول إشي من لقيتها رحنا أنا وإخواني نشتري أغراض البيت، كانت في بنت شايلتها، هي تقول من بده هاي البسة؟ قلت لها أنا ودي هاي، أنا ودي إياها، هي بس الدار وكانت صغيرة من جبتها. لأن هذا يسهل جدا على الطائرات اكتشافه وتوجيه نيرانها القوية.
اجوا جماعة من هولندا درسونا موسيقى، صرت يعني مهتمة بالموسيقى واحب الموسيقى. علمونا بالمدرسة عن غنية عن سوريا، أعطيناهم كلمات هم مركبوها وصار يحكون لنا شو هي، وتعلمناها وغنيناها لهم. يجي الأسد ينط عليه ويمسك الفأر، قالوا أنت طعام لذيذ، أنت طعام لذيذ. الفأر رجف وقالوا أنا الذي أنقذتك من الشبكة من الصياد. جاء الصياد حيث يبخ عليه الأسد وهرب الصياد، شكل الأسد الفأر والفأر قال له بس تعتز مساعدتي أو هيك، بس صيح لي زئيري. بتشوفي حالك بالقصة الأسد ولا الفأر؟ الفأر، لأن الفأر صغير ويخاف من كل شيء، بس الأسد بيخاف منه كل الحيوانات، بس ما قدر يطلع منه من حال الشبكة. والفأر يعني حسب حاله أنه رح يصير شجاع إذا طلع الأسد، ورح يصير فيه أقوى واحد بالحيوانات. بل إني أكون مثل الرسامة، أفتح معرض أو مدرسة فن بس للبنات، ما أريد صبيان، ويعني وأفتح دكانة صغيرة يعني بس شان يشتروا، أوزع لهم من يكونوا جوعانين، أوزع لهم أطعام وغراض. أسوي حظيرة يقعدوا فيها هيك، في مبني أشياء ظل تحتها عشان يقعدوا
يرسم تحتها. والمدرسة بدي افتحها بسورية عشان أعلم كل الطلبات السوريات، وخليهم يلبسوا طاقية حمراء، النظارة سودة فاتحة، ويلبسوا سترة سودة، وهنا عقدة حمراء، بس البنات لبسها انت النورة ترسم. خليني يرسم طالبات علم الفن، علم الفن يكون عليه فرشاة وألوان ولوحة، ورددوا كلمة يحيى الفن. Manchester.nl